إيتوزاموب تطبيق إلكتروني جديد أطلقته مؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري لمدينة الجزائر. تطبيق من شأنه التسهيل على المسافرين من خلال عدة خدمات يطرحها على زبائنه فيما يتعلق بالتنقل داخل العاصمة. هنا بالنسبة لإيتوزا الرقمنة هي تخفيف العبء على المواطن، وهي سماح للمواطن باش تكون عنده المعلومة على التنقلات وعلى المواعيد وعلى المسارات نتاع الحافلات. مؤسسة إيتوزا لم تغفل جانب الصيانة، لما لهذا الجانب من أهمية في إطالة عمر الحافلات. إعادة تهيئة هذا المقر وسوف يكون له دور كبير في الحفاظ على عمر وعلى جاهزية الحافلات، جاهزية وسائل النقل. من خلال استعمال هذه التكنولوجيات الحديثة تسعى مؤسسة إيتوزا لتطوير خدماتها حتى تكون في مستوى تطلعات زبائنها.